أعزائنا المشاهدين عبر قناة نيوسات الفضائية وتلفزيون تليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. في لقائه الأسبوعي، البابا فرانسيس يدعو الجميع بأن يكونوا خميرة محبة للعالم. البطران خريستوفوروس يضع ذخائر القديس جوارجيوس في مزاره بالزرقاء. وفيها أيضاً دار الكتاب المقدس تنظم برنامجاً روحياً بعنوان اعرف أكثر. أهلاً بكم، كعادتي كل أسبوع وخلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بالأشخاص القادمين من سوريا ولبنان والشرق الأوسط، داعياً إياهم بأن يكونوا خميرة محبة للعالم وأن يتحملوا مسؤولية أبنائهم، محذراً أيضاً من قساوة القلب في الحياة الإيمانية. وشرح قداسته للجميع طريقة الصلاة الحقيقية حسب التعليم المسيحي. وفي ختام اللقاء دعا البابا فرانسيس أن يبارك الرب جميع الحاضرين ويحرسهم من الشر. أيها الأب الأقدس، يسر الأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول صلاة الأبانا، متوقفاً عند طريقة الصلاة ومضمونها، فأكد قداسته أن الصلاة الحقيقية هي تلك التي تبقى في عمق القلب والضمير بدون أن تكون منغلقة على الذات، بل تحمل معاناة الآخرين وأوضاعهم وتضعها أمام الله. فالمسيحي ليس بمقدوره ألا يتأثر بما يعيشه الأشخاص من حوله وفي العالم. أشار البابا أن كلمة أنا غير موجودة في صلاة الأبانا، فالرب قد علمنا أن نتوجه لله الآب في الصلاة باسم الجماعة لا باسمنا الشخصي. ونبه قداسته من قساوة القلب، مؤكدا أن الله قد حملنا مسؤولية إخوتنا، وستكون دينونته عن مقدار المحبة التي قدمناها للآخرين محبة به. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Dio è padre di tutti e ci ha resi fratelli in un'unica umanità. Oggi ci sono molti dei nostri fratelli che nel mondo soffrono. Essi hanno bisogno che lavoriamo per loro e che li ricordiamo nelle nostre preghiere. Siamo un lievito d'amore nel mondo, perché nell'ultimo giorno porteremo con noi solo l'amore che abbiamo offerto nella nostra vita. Signore, vi benedica e vi protegga dal maligno. Grazie. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. إن الله أب للجميع، وجعل منا إخوة في البشرية الواحدة. هناك اليوم الكثير من إخوتنا في العالم
الذين يعانون وهم بحاجة لأن نعمل من أجلهم وأن نحملهم في صلواتنا. لنكن إذن خميرة محبة في العالم، لأننا لن نحمل معنا في اليوم الأخير إلا المحبة التي قدمناها في حياتنا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران عمان للروم الأرثوذكس القداس الإلهي في كنيسة القديس جوارجيوس وسط مدينة الزرقاء، حيث أحضر سيادته معه ذخائر القديس جوارجيوس ووضعها في مزار خاص أنشئ قرب الكنيسة. إلى المزيد. احتفلت كنيسة القديس جوارجيوس في محافظة الزرقاء بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان بمعاونة الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش والأيكونوموس فرح حداد والشماس أرسانيوس مخامرة بحضور حشد كبير من المؤمنين. تلا الخدمة صلاة تكريس الأيقونوستاس وتكريس مزار القديس جوارجيوس الذي تم إنشاؤه حديثا، حيث تم وضع ذخائر للقديس جوارجيوس أحضرها سيادة المطران لتكون سبب بركة لأبناء الرعية الأرثوذكسية في المحافظة. في نهاية الخدمة قام سيادته بتكريم قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش بتقليده الصليب المقدس بمناسبة عيد شفيعه القديس أثناسيوس الكبير، نظيرا لجهوده المميزة في خدمة الرعية وإعلاء شأن الكنيسة الأرثوذكسية في المحافظة. قديش بنبسط هلأ خطرت بذهني، قديش بسمع من ناس في عمان وفي محافظات كتيرة في الأردن، بس أكثر من عمان بسمعه، بيحكولي سيدنا كل يوم نحن بنسمع الصلاة من الزرقة، وبسمع سيدات قديش سيدنا بنتعزى ونحن رايحين على شغلنا بنسمع، ونحن لما نبلش شغلنا بنسمع، ونحن في البيت بنسمع. بشوف الرجال وبيحكولي أبونا قبل ما أدخل على العيادة بسمع الصلاة من الزرقة، أبونا وأنا رايح على شغلي بسمع الصلاة من الزرقة، أبونا هيك أبونا هيك. الكل عماله بسمع الصلوات اليومية اللي بتصير في الزرقة. الزرقة أصبحت بهذا الجانب قدوة لكل كنائس المملكة، وأنا من هون اليوم جيت حتى أحكي لك ربنا يباركك على هذا اللي عملته، إنك قدرت تسوي كل يوم في هاي الكنيسة في صلاة، وهذا إشي مهم، وانت بالتالي بتعطي مثل قدوة لكل كنائس الأردن. لكثير مرات بميت زور تفتح يوم الأحد أو الجمعة والأحد، انت هون كل يوم بيصير في صلاة، صلاة السحرية، بعرف الصلوات النوم اللي بتسووها، بعرف السهرانيات اللي بتعملوها، وبعرف مزبوط مرات العدد بيكون 10 أو 20، ولكن مش مهم، المهم إنكم أنتوا 10 أو 20 أو 30 اللي بتكونوا موجودين، بتكونوا موجود كل رعية الزرقاء معكم، وبتكون موجودين نحن كلنا معكم، كل رعية الأردن معكم، وبتصلونا حتى ربنا يساعدنا. فهذا الشيء هو مصدر تعزية وافتخار لكنيستنا في الأردن إنه هذا الإشي صار من هون من الزرقاء. فربنا يبارك وربنا يعطيكم كل نعمة وبركة. وفي الختام التف المؤمنون حول سيادته في لقاء رعوي اتسم بالشفافية والوضوح، حيث أطلع سيادته أبناء الرعية على الرؤية المستقبلية والعمل المؤسسي للمطرانية والإنجازات التي تمت منذ استلامه عصا الرعاية. يعني أنا هلأ سياستي رح تكون ضخ كهنة أكثر للرعاية، فبالتالي رح يقدروا هدول الكهنة يتواصلوا أكثر مع بيوت الرعية،
يعرفوا احتياجاتهم، يراقبوهم عن قرب. وهون دور الرعية تيجي على الكنيسة حتى الكاهن يشوفها وهي تشوفه، ويكون في تواصل بيناتهم حتى تقدر هاي الإحصائيات تترتب بشكل صحيح، حتى توصل وتتبوب بشكل صحيح في داخل الرعاية، في داخل كل رعية، حتى تقدر هاي المؤسسة اللي راح تبحر تدريجيا في إن شاء الله خلال 2019 راح تبحر هاي المؤسسة اللي تقدر تساعد قد ما يمكن استطاعته. ولكن نساعد هيك عشوائيا ما بنقدر أبنائي، لازم يصير في مؤسسة في العمل. هلأ في عنا جمعية القديس لوكا اللي من نحاول إنه نطور فيها، وكان عندي حوار حتى مع الكاريتاس ومع كتير من السفارات، لأنه هلأ عمالهم كتيرين بيجوا بيشوفوا إنه في عندي فكر وعندي رؤية. فهلأ كتيرين بيجوا عندي وبيزوروني من سفراء دول أو من شخصيات، وبيجوا بيطرحوا بعض أفكار وبس بدهم يسمعوا مني. فبذكر هون لازم يكون كمان عنا دور في، لأنه بشوف قديش في عنا بنصرف أدوية لأبنائنا، قديش بنبعت لعيادات خاصة، قديش في حاجة للصحة. فهذا الجانب كمان لازم يكون له شغل بهاي المؤسسة اللي نحن بنتكلم عليها، اللي هو الموضوع الصحي وكيف دعم الأسرة المسيحية فيه. بعرف هاد كله بده شغل، وبعرف إنه هاد كله مش رح يصير بين يوم وليلة، ولا أنا جاي هون أعطيكم وعود، أنا جاي بس أحكي لكم شو فكري أنا، كيف بفكر وكيف عمالي مبلش أعمل. وأكون صريح معكم، بلاقي صعوبات كتير، نحن العرب كتير صعب. أنا ما كنت أحس فيه قبل ما استلمت الحكم الرئاسي، أنا كتير بنزعج، كتير مرات بدعي أشخاص مثلاً ثلاثة أو أربعة متخصصين في نفس المجال، ما بتفقوا الأربعة مع بعض، كل واحد بده يمشي رأيه، وكل واحد بفكر أنه رأيه هو الصحيح والتاني لازم يسمعه، ولا واحد ما بتنازل أمام التاني. هاي مشكلة، وهي بتسبب عنا عقم في العمل وعدم مأسسة في العمل وعدم نهضة في الكنيسة. فهذا إشي يعني عمالي بصطدم بواقع كتير صعب، وأنا واعي إنه في صعوبات كتير علينا، ولكن أنا عندي قلبي مليان ثقة وإيمان بربنا إنه هو رح يساعدنا، وعندي ثقة كبيرة بجلالة سيدنا الملك ورؤيته، محبته للمسيحيين، لأنه أنا بشوفها يوميا هذا الإشي، تعاملي مع الديوان الملكي، مع الدوائر الحكومية والرسمية، قديش التوجيهات واضحة بقضايا كتيرة. هذا بعطيني إنه نحن ببلد الحمد لله رائعة جدا، بس ربنا يحمينا من الناس اللي بدها تشوه صورة هاي البلد. وفي ذات السياق، أجرى سيادة المطران خريستوفوروس مطران عمان للروم الأرثوذكس لقاء روحيا مع أبناء الرعية في كاتدرائية البشارة العبدلي بعنوان نكهات روحية، حيث تطرق خلال اللقاء إلى أهمية الأمور التي تمس حياة الأسر المسيحية في مواجهتها لمتغيرات عصر العلمنة، وما يترتب عليها من غزو فكري لأبنائنا الروحيين، حيث وضح دور كل من الأسرة والكنيسة في التربية، كما شدد على أهمية الحفاظ على الهوية الأرثوذكسية في الشرق وخصوصاً في الأردن وفلسطين. كتير مرات تجينا مصطلحات بثوب الحملان وهي ذئاب، يعني بتجينا مصطلحات مثل التحضر، مثل العصرنة، مثل العصر الجديد نيو ايج، مثل كل هاي الأمور اللي عمالها بتعطي طابع المندرزم، التحدث، الحداثة اللي عمالها بتدغدغ عواطف، مشاعر، أفكار، قلوب أبنائنا وعمالها بتجذبها. هاي مش هي حقيقة، يعني هاي مش لازم تأخذ من عنا رأسا نحن نكون سارعين في إعطاء أختام، نحط أختام على الأشياء ونحكي هذا إشي واو حديث لازم نمشي فيه، ولازم بالتالي نحن نخده ولازم نتبناه
ولازم نمشي بموجبه. لا، لازم نكون أكثر حارسين، لازم نكون أكثر مش مندفعين، إنه منا نمشي في طيارات مجتمعاتنا اللي هي بدها تعطي علينا هاي الصبغة، أو بدها تخلينا إنه نحن نتقدم. في حين في الحقيقة نحن ما منتقدم، نحن منرجع لورا. حضورك للقداس بثبت هويتك أنت، إنك أنت شخص، بيخلي ابنك يشوفك إنك أنت عندك كيان، عندك انتماء، عندك مبدأ، عندك قاعدة، عندك مرجع. بتعرف مجرد دخولك للكنيسة، أنت لما تيجي للكنيسة أنت بتعطي لابنك رسالة داخلية في أعماق أعماقه، إنه يعرف إنه أبوه وأمه بيحملوا حضارة، بيحملوا قيم، بيحملوا ثقافة، بيحملوا كتير أشياء غير النعم الإلهية رح تجيهم بعدين. ولكن مجرد إنك أنت بتروح على الكنيسة، بتحضر القداس الإلهي، بتتناول، بتعترف عند الأب الروحي، هاد جزء من هويتك. زي ما بتحكي لابنك عن القديس تبع اليوم، زي إما أنا بعرف قديش الأمور صعبة، وبعرف إنه هاد ضمن المخطط إنه الأمور تكون صعبة، عشان هيك حكيت لكم عن المثل اللي أنا بعيشه كمطران اللي حكيت لكم بجمع ثلاثة وشو بصير، بعرف. بس منا نحاول، منا نضل، مناش نيأس، مناش نستسلم. احتفلت رعية القديس شربل المارونية بعمان بعيد مارمرون الناسك بقداس احتفالي ترأسه المطران موسى الحاج النائب البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن والأراضي المقدسة، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة وممثلين من مختلف الكنائس المحلية. إلى التفاصيل. احتفلت رعية القديس شربل المارونية في عمان بعيد مارون الناسك بقداس احتفالي ترأسه المطران موسى الحاج النائب البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن والأراضي المقدسة، بمشاركة المنسنيور غازي الخوري كاهن الرعية والأب سامر زكنون الكاهن المساعد وشمامسة الكنيسة وجمع غفير من المؤمنين. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل أعطياهم الزائلة هفلهم الحياة والملكوت. حضر القداس المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك، والنائب البطريركي للاتيني في الأردن المطران ويليام الشوملي، ومستشار السفارة البابوية في عمان المنسنيور ماورو لالي، ولفيف من الكهنة والراهبات من مختلف الكنائس المحلية، وشخصيات رسمية وشعبية. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادة المطران الحاج تحدث خلالها عن فرح هذا اللقاء في ليلة عيد القديس مارون أبي الكنيسة المارونية ومسيرته الإيمانية الروحية العطرة،
وخدمته الصادقة التي شع منها نور الإيمان والمحبة في المعمورة، متذرعا في طلبته أن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة، وأن يعم السلام العالم أجمع. القديس مارون لا يخص جماعة دون سواها، وهو صنو الآباء والقديسين جميعا، يقرب الناس من ربهم ويدعوهم إلى اكتشاف صوته تعالى في ضمائرهم أيا كان دينهم أو المذهب الذي إليه ينتمون. وعن القديس مارون يقول المؤرخ تيودوروس القورشي في القرن الرابع، يقول: لقد ذاع صيت مارون في الأقطار، وبات الناس يتهافتون من كل مكان إلى حيث كان منسكه في العراء، فأجرى الله على يده شفاءات كثيرة، وقاد متلمسي هدى ربهم إلى الطريق القويم، فتبعه نساك كثيرون حذوا حذوه وما يزالون إلى الآن. حيث يوجد في لبنان اليوم أكثر من 10 نساك موزعين من الشمال إلى الجنوب، يسيرون على خطاه في مسيرة لم تنقطع يوماً، والتي تجددت بقوة مع القديس شرب المخلوف. راجين لكم على الدوام رعاية الله القدير وفيضاً سخياً من نعمه وبركاته، طالبين منه أن يحمي الكنيسة من الأخطار الداخلية والخارجية، فنبقى ملتزمين بفضائله، مرددين ما جاء في صلاة الزياح: تشفع لشعبك حتى يكون شهيداً لإيمانه لا يخون. ألا باركنا الرب وبارك كنائسنا والأردن العزيز ملكاً وحكومةً وشعباً بنعمة الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد. آمين. وعقب القداس ألقى المونسنيور الخوري كلمة تحدث خلالها عن مشروع بناء الكنيسة المارونية المزمع تشييدها في موقع المقطس، شاكرا جلالة الملك عبد الله الثاني على تبرعه الشخصي بقطعة الأرض التي منحها للكنيسة، حيث وضع حجر الأساس غبطة البطريرك مار بشار الراعي في زيارته الأخيرة للأردن، راجيا من الجميع تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاز هذا المشروع الكبير، مشيرا إلى أن العمل بهذا البناء سيبدأ في الأيام القادمة. وبعد القداس توجه الجميع لتبادل التهاني بهذه المناسبة الروحية في صالة الكنيسة. نظمت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن برنامجاً روحياً تحت عنوان اعرف أكثر. ابتدأ البرنامج الذي أقيم على مسرح كلية تيرا سانتا بعمان بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية السيد منذر النعمات، ومن ثم ترأس الصلاة الافتتاحية الأب الدكتور إبراهيم دبور رئيس الهيئة الإدارية للجمعية بحضور عدد من الآباء الكهنة وشخصيات دينية. المزيد في سياق التقرير التالي. نظمت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن برنامجاً روحياً مميزاً بعنوان اعرف أكثر، استمر لمدة 3 أيام متتالية على مسرح كلية تيرا سانتا في عمان. بدأ اللقاء بالسلام الملكي، تلاه صلاة افتتاحية لقدس الأب الدكتور إبراهيم دبور، ومن ثم كلمة ترحيبية للأمين العام للجمعية في الأردن السيد منذر النعمات، شكر خلالها كل المشاركين في اللقاء من رؤساء وممثلي الكنائس وأبناء الشبيبة في الأردن والمشاركين في إلقاء الوعظات والمحاضرات التي حملت العديد من العناوين الهامة مثل الإلحاد والإيمان والقصة المسيحية والشر والألم وهل نحتاج الله وما هو الصليب ومدى مصداقية الكتاب المقدس ومن هو يسوع. هدف هذا البرنامج هو محاولة للإجابة على
التساؤلات والأسئلة اللي بتخطر في بال معظم يمكن الناس بهاي الأيام وبدأت في جيل الشباب عن موضوع إن كان بداية في وجود الله وصحة الكتاب المقدس، الألم ومواضيع تانية يحق بتخيل لأي شاب ولأي شخص أنه يتساءل فيها، وبنفس الوقت بنشعر أنه حق اليوم الشباب علينا كدار كتاب مقدس، كمؤسسات كنسية بجوز مسيحية، أن نحاول أن نجيب على هاي التساؤلات ونجاوبهم على هاي الأسئلة اللي بتخطر في بالهم. وعظمة المسيحية زي ما أنا حكيت حتى في الافتتاحية أنها بتفتح الأفاق لهاي الأسئلة وما تخاف من أي سؤال ممكن يحرجها أو ممكن يخطر في بال أي شخص ويتوجه لها. لكن الشيء الأجمل في المسيحية أنها قادرة على تقديم المعرفة، قادرة على تقديم المعرفة اللي بتقود للحق. اليوم هاي محاولتنا بهذا الحدث اعرف اكثر، كانت شراكه بين دار الكتاب المقدس ومعهد كريدو لوغوس اللي هو بضم نخبه بصراحه من الاشخاص المفكرين والاشخاص الباحثين والاشخاص اللي فعلا يستطيعون يقدموا يعني محاجه او اجابه تكاد تكون فيها المنطق وفيها المعرفه اللي زي ما بيقولوا تعطي إجابة لكثير من الأسئلة. حضر الافتتاح عدد من الكهنة والقساوسة ورؤساء مؤسسات مسيحية من مختلف العائلات الكنسية وقرابة 600 شاب وشابة من المهتمين في التعليم المسيحي. إيميل برونر يقول فقط أدرك أني مخلوق عندما ألتقي بالخالق، إذا غاب الخالق لن أدرك أني مخلوق، وإذا أدركت أني مخلوق في حضرة الخالق سأجد نفسي تلقائيا ألتصق به وأعتمد عليه لأني سأستمد منه وجودي. لكن عندما غاب الخالق ضاعت مني إمكانية إدراك أني مخلوق، وعندما نسيت أني مخلوق لم أعد أستطيع تعريف من أكون. إنه الناس اللي رفضت تعبد الله لم تصير ناس بلا إله، اللي رفض يعبد الله لم يصير شخص بلا إله، صار شخص يعبد المخلوق عوضا عن الخالق، صار شخص يعبد أشياء مش آلهة لكنها بالنسبة له صارت آلهة. وعشان كده بولس بيسمي إنه دي حماقة. أنت عرفت الله لكنك قررت إنه الله الحقيقي الإله الواحد لن يصير إلهي، أنا هأعبد حاجة غيره. إذا كان أي إنسان فينا، أي إنسان فينا يحترم نفسه ويرغب أن يحيا بمسؤولية في هذا العالم، يكون إنسان بينه وبين نفسه في احترام للذات، لن يقبل لنفسه على الإطلاق أن يرضي نفسه، وإن انبسط وإن ارتاح أن يرضي نفسه بوهم، أن يكذب على نفسه كذبة جميلة تقول له هاي الحياة ممكن أن يعاش، ممكن أن تعاش. اللي بدي أقارنه وأطلع عليه النسخ الموجودة عندنا الكتاب المقدس قديش عمرها، قديش بعيدة عن الأصل، بالمقابل مع نسخ لكتاب بالتاريخ آخرين، زي مثلا بنين الكبير هو كتب تقريبا بالقرن الأول، بس المخطوطة اللي عندنا عمرها
بعد القرن الأول بسبعمية سنة، يعني في واحد كان قاعد بالقرن الثمانمية وكتب المخطوطة اللي اليوم موجودة بين إيدينا لبليني الكبير، بليني الأكبر. اشتمل اللقاء على فقرات للتراتيل مع الأب عماد بواب والمرتل فارس عباسي من جوقة قلب يسوع الأقدس والمرتل رائد حداد من فريق صوت الهتاف والمرتلين إبراهيم نعواس وعماد بصل من جوقة ينبوع المحبة. وقد اختتم هذا البرنامج بلقاء خاص بحضور 500 شخص من الشبيبة الناشئة من عمر 12 إلى 17 سنة حول مفهوم الثالوث ولماذا لا يريدنا الله أن أفرح. أنا استفدت من المحاضرة أنه أطور تفكيري وأفكر بعمق أكثر، هذا الشيء اللي استفدته من المحاضرة. تعلمت من أعرف أكثر أنه كيف ربنا بده إيانا نعيش مش زي المجتمع ما بده إيانا نعيش. أكيد بشكر لجنة الكتاب المقدس لأنهم وفروا لنا أنه إحنا نقدر نتعلم أكثر عن ربنا. اليوم تعلمت إشي جديد اللي هو الشجاعة، ورح أصير طبيعة بحياتي وأنا كنت فاهمها هي كلها غلط، بس إنه اليوم تعلمتها صح ورح أصير طبيعة بحياتي وهي شيء كثير حلو أطبيعة بحياتي. ترأس المطران سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط خدمة الشركة المقدسة في كنيسة الفادي الإنجيلية في جبل عمان، وعبر القس فائق حداد راعي الكنيسة عن سروره بأن تجمع كنيسته في عمان هذا الجمع الكنسي الحافل. وقد شارك في صلاة خدمة الشركة رؤساء أساقفة الشرق الأوسط وعدد من القساوسة والشمامسة وشخصيات عامة وضيوف عرب وأجانب وحشد كبير من المؤمنين. مناسبة خاصة في الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وهو اللقاء الذي حصل خلال اليومين الماضيين الثلاثاء والأربعاء اللي جمع رئيس أساقفة كانتربري الأسقف المطران جاستن ويلبي ورؤساء الأساقفة في منطقة آسيا اللي بتضم في عضويتها القدس والشرق الأوسط، الهند، بنغلاديش وباكستان. اجتمعوا حتى يكون في عندهم لقاء تحضيري للامبث 2020، ويجتمع رئيس أساقفة كانتربري مع المناطق الثمانية التي تشكل الكنيسة الأسقفية في العالم والتي تجمع 40 رئيس أساقفة و 900 أسقف في العالم الأنجليكاني. اليوم كانت منطقة السادسة بالنسبة لرئيس الأساقفة، واجتمع مع رئيس أساقفتنا في القدس والشرق الأوسط المطران سهيل دواني للمباحثات والحوار حول تحضير لهذه لهذا المؤتمر العالمي الذي يعقد مرة كل 10 سنوات في لامبث، في مؤتمر لامبث ولكن يعقد في مدينة كانتربري في بريطانيا. الخدمة اليوم كانت الخدمة النهائية، وأحبوا أنه يكونوا مشتركين مع بعض من أعضاء الكنيسة اللي موجودين في عمان، يتعرفوا على الناس وحاجاتهم ويسمعوا للأمور اللي ممكن يحصلوا عليها حتى يتحدثوا عن همومنا إحنا في منطقة الشرق الأوسط، وجزء من همومنا هي القدس والعاصمة العربية ومشاكل اللي عم تحصل من التهجير في منطقة الشرق الأوسط، مناطق المشاكل اللي صارت في سوريا، في العراق، في الخليج، ومتابعة لكل الشؤون الرعوية والسياسية والاقتصادية وكيفية جمع هذا العالم في كنيسة في بيت واحد والاهتمام في بعضنا البعض والصلاة والدعم من أجل بعضنا البعض. احتفلت رعية العائلة المقدسة في رام الله واتحاد راهبات الأرض المقدسة في اليوم العالمي للمريض بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي اللاتين في القدس وفلسطين بمشاركة عددا من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع غفير من المؤمنين والمرضى. وفي عظته ذكر سيادة المطران أهمية العناية في المرضى وزيارتهم والاهتمام بآلامهم،
وقال إن المريض والمستشفى والممرضين وجميع مراكز العناية بالمريض تخلق روحاً من الأخوة والتضامن بين جميع أفراد العائلة والعاملين في هذه المراكز. وبعد إعلان الإيمان وعلى وقع أنغام ترتيلة حنانك يا رب الأكوان، حصل عدد من كبار السن على سر مسحة المرضى بالزيت المقدس. ترأس سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك الاجتماع الشهري لكهنة الأبرشية، وقد تطرق الاجتماع لعدة قضايا روحية ورعوية وقانونية، وتحدث سيادته عن البيان الختامي لسنودس الأساقفة لأجل الشباب الذي عقد مؤخرا في روما، مركزا حديثه على الشباب ودورهم الفاعل في خدمة الكنيسة. كما تطرق الآباء الكهنة لمستجدات العمل الرعوي لديهم، كل في رعيته أو في وظيفته الكنسية الإدارية. وقد أصدر المطران جبارة تعميماً أبرشياً للكهنة حول أهمية استكمال كافة الأوراق الرسمية المطلوبة لعقد سر زواج صحيح قانونياً. وفي الختام وعلى مائدة المحبة، تبادل الأسقف مع إخوته الكهنة أطراف الحديث في جلسة ودية أخوية. اختتم في النادي الأرثوذكسي بعمان الاجتماع الشهري السابع لكهنة الروم الأرثوذكس في الأردن بحضور صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وسيادة المطران خريستوفوروس مطران عمان للروم الأرثوذكس، حيث سعد الجميع بزيارة غبطته الذي شاء أن يلتقي بأبنائه الكهنة ليستمع لهم ويتحدث معهم في حوار ودي مليء بالمحبة. وتجري هذه اللقاءات الشهرية مع قدس الآباء الأجلاء لأجل الصلاة وتبادل الخبرات الروحية بين الكهنة والاطلاع على آخر مستجدات العمل الرعوي. وفي ذات السياق، قرر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تعيين قدس الأب الأيكونوموس الدكتور إبراهيم دبور راعي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الروم الأرثوذكس الصوفية أميناً عاماً لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن خلفاً للقس الأرشدياكون لؤي حداد. وقال قدس الأب دبور إن هذا المنصب الجديد هو خدمة روحية لكافة الكنائس الرسولية في الأردن في مسيرتها الروحية. مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وكافة العاملين يتقدم من قدس الأب دبور ومن كافة السادة الأساقفة أعضاء المجلس بالتهنئة والتبريك، متضرعين لله أن يرسل دائماً فعلة لحصاده الوفير. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين الفحيص وبمشاركة كاهن الرعية الأب عماد طوال والأب فرح حجازين والكاهن المساعد الأب صقر حجازين والأب ميغيل، حيث تخلل القداس منح رتبة الشدياق للقارئين ميشيل حتر وعود زيادات بحضور جمع من أبناء الرعية ولفيف من المؤمنين. هذا وتعد رتبة الشدياق من الرتب الصغرى في الكنيسة اللاتينية، ومن خلالها يصبح الشخص قادراً على خدمة وتحضير الهيكل للاحتفال بالقداس الإلهي، ويمكنه أيضاً أن يناول في المناسبات إذا طلب منه ذلك. نورسات الأردن تتمنى مزيداً من البركات للشدياق ميشيل حتر والشدياق عود زيادات في خدمتهما الجديدة في كنيسة المسيح. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في لقائه الأسبوعي البابا فرانسيس يدعو الجميع بأن يكونوا خميرة محبة للعالم. المطران خريستوفوروس يضع ذخائر القديس جوارجيوس في مزاره بالزرقاء. الرعية المارونية في الأردن تحتفل بعيد مار مارون الناسك. وفيها أيضاً دار الكتاب المقدس تنظم برنامجاً روحياً بعنوان اعرف أكثر. المطران دواني يترأس صلاة خدمة الشركة المقدسة في الكنيسة الأسقفية بعمان. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.